السلام عليكم الخوت، حنا باقي نكملين في السيريا هذه ديال لارافيل كارتاج ياك. الحاجه اللي وعدتكم بها وخصنا ندخلوا لها دابا هي دروبين او دليتين. اوكي، باش نديروا دليت خصنا نحترموا كاع ريليشن شيب ونبداو بالريليشن شيب اللي متعلق بها كل شيء، وهاد نبداو بالصغار. اوكي، دابا اهم حاجه نمشيو لليوزر كنترولر. هنا نمشيو لديستروي ونشوف شنو اللي كاين هنا، ولكن قبل ما نمشيو لديستروي ونبداو نديستروي ياك، خصنا نمشيو لواحد الحاجه مهمه اللي هي اللي هي ديك الخربشه ديالنا اللي درناها في الاول، مازال نرجعو لها ونرجعو لها عاوتاني مرات اخرى بزاف. اوكي، هنايا ملي كنسبريميو اليوزر بلا ما كنسبريميو السيرفيس وبلا ما نسبريميو الفونكشن، حيت ممكن يكون شي يوزر اخر يتعلق بالسيرفيس والفونكشن تعلق بداك السيرفيس، يعني ماشي مهم. دابا ملي كنسبريميو اليوزر عندنا القضيه هاديه، ممكن نسبريميو اليوزر. غنمشيو نطبقوا هذا الشيء. اول حاجه خصنا نديرو اليوزر ديما قدامنا هنايا تو ذا رايت ياك، سبليت رايت ياك. المهم اخوتو حتى دروبين علاش خليتو الاخر، حيت مهم بزاف، حيت هو متعلق بالريليشن شيب ومتعلق وخصو التخمام بزاف، ماشي اجي و سوبريم، ماشي غير اجي و دابا مثلا الا تسوبريم اليوزر كاينين سبيسياليتيز غنقيسهم شكون، وكاينين لي كومنت واخا ما كاينينش في ديك الرسمه، كاينين لي كومنت. الكومنت كيديرهم اليوزر، كيديرهم على حساب واحد الكارتي، حساب الكارتي. المهم نتوما شفتوا في الحلقات السابقه حساب واحد الكارتي، يعني الكومنت ديال اليوزر ما كيتسبريماش، المهم كيبقى داك انونيم، انونيم هو لي كومونتا تما، واخا كتسبريما اليوزر فهمتوني غيطلع على زيرور، ولكن لي ضروري نصلحهم، ولكن هكا عقلي ديال لابليكاسيون ديالنا بحال هكا. الكومنت ما كيتسبريماش، هاد الكومنت متعلق بديك الكارتي، والكارتي كتبقى كريفرنس واخا اليوزر الى تسبريما. وما يمكنناش نسبريميو السيرفيس، حيت السيرفيس اكبر من ان اليوزر هو اللي يوزر واحد هو اللي يتحكم فيه. السيرفيس متحكم فيه بزاف ديال اليوزرز، ولكن كاينه واحد تيبل، كاينه واحد تيبل اللي هي بيفوت تيبل اللي متعلقه بالسيرفيس اللي يمكن تسبريما مع اليوزر. اوكي، نمشيو للبيفوت تيبل اللي عندنا فهمتوني. نمشيو هنا، هنا اللي درنا هنا درنا مثلا اختاروا شي تيبل بحال هكا، تيبل تيبلز بحال هكا، باونسر تيبلز، واخا ماشي مشكل، غير باش طلع لنا لا ليست ديال لي تيبل اللي كاينين هنايا. شحال من تيبل كاين؟ المهم سبيسياليتي قلنا ما تسبريماش، ولكن البيفوت تيبل اللي ما بين سبيسياليتي اليوزر غادي تسبريما. وهنا سيرفيسي ما يتسبريماش، ولكن يتسبريما سيرفيسي يوزر. اوكي، وندخلو ليهم بوحدة بوحدة هنايا، حيت هنا كاين شي وحدين واخا نسميهم سمية في شكل، ولكن متعلق بهم اليوزر. بحال دابا مثلا هذا كومنت قلنا هنا ما يتسبريماش، هنا هاد الكارتي هذا واش متعلق بشي يوزر، متعلق بالسيرفيس يوزر. المهم الخوت حنا نحطو هادي نوت، قلت لكم دروبين، دروبين خصو تفكير بزاف. دابا نحطو هادي نوت بحال هكا، دروبين، دروبين بيفوت تيبل، بيفوت تيبل اللي متعلقة باش سيرفيس يوزر، يوزر سبيك يوزر. وهذا الشيء خصو يتحقق، وباش نقدروا نحققوا هاد الشروط هادي، اول حاجه غنديروا فايند يوزر ياك، نديروا يوزر اللي هو اليوزر ديالنا، يوزر اش كيساوي، يوزر فايند، فايند اش، فايند باي اي دي ياك،
فايند باي اي دي وجد لهنا سيرفيس يوزر. اجي نشوفو اليوزر هنا اش عندو، عندو سبيكس بحال هكا يوزر سبيكس ياك ديتاش ديتاش ياك درنا سبيكس ديتاش وعندنا يوزر سيرفيسيز ديتاش. اوكي سيرفيسيز ديتاش بحال هكا، والكومنت غادي نخليوها راه قلنا علاش غادي نخليوها. المهم ما حتنا عندنا المعرفه بان الكومنت غادي نخليوه، غنمشيو نديرو مثلا ملي غنديرو الكومنت نديرو كومنت مثلا اندكس بحال هكا اندكس. نمشيو كاين عندنا دابا مثلا كاين كومنت شنو درنا ليه هني كيتشاف كومنت دوت كومنت غير كيتشاف وصافي، ولكن ما كيتشافش باي يوزر، ما درناش باي يوزر. مثلا هنا باي نديرو كومنت بحال هكا مثلا يوزر يوزر هنا نديرو مثلا ايميل بحال هكا ايميل ياك، ولكن هادي غتولي اوبشنال اوبشنال ياك بحال هكا. الا ما كايناش نديرو مثلا الا ما كايناش نديرو انون، هذا مثال على ملي ما كيكونش اليوزر فهمتيني. ونتاكدوا بلي كومنت نتاكدوا بلي كومنت فيه ديك اليوزر صافي. ها اوكي وبقات لنا حاجه وحده هي دروبين يوزر. نقدروا نديروا مثلا يوزر ديليت بحال هكا، وحنا سالينا دروبين ديال اليوزر. هنا نجيو بحال هكا الويب مثلا ويب دوت بي اش بي، نعاقل بلي كاين عندنا شي مشكله مع اليوزر. هنا يوزرز جيت بوست شو هنا عندنا شي مشكله ديال اليوزر. هنا درنا بوست ما خصهاش تكون بوست اللي كانت في الابديت، ابديت ما خصهاش تكون بوست، خصنا نديرو لها بوتش بحال هكا. هذه من ناحيه، اما من ناحيه اخرى ديال الديليت غنديرو غير جيت حيت كاع لي براوسر فيهم مشكلة ديال الديليت. نديرو غير اش بان ليكم نديرو جيت ولا نديرو بوست؟ غنديرو لها بوست حسن، و هي غادي نتعاملو مع بوست نشوفو كي نديرو ليها باش اللوحة كفورم. يس يوز اي دي هنا سميت الفونكشن ديالنا سميتها دروب ياك ديستروي ديستروي في الويب نسميوها هنا ديستروي. هنا نسميو يوزرز ديستروي بحال هكا. هنا ندير يوزرز يوزر مثلا ديستروي مزيان، وحنا نينا الشغل. بقينا دابا غير نصايبو لا بوطون ديال ديستروي. لا بوطون ديال ديستروي غناخدوها من داش داش عندنا بحال هكا. عندنا هنايا واحد شي يوزر مثلا لوك اوت ياك، هي هادي. هنا اي تاك عندنا اي تاك وعندنا الفورم ديالنا بحال هكا، غناخدوها كريفيرونس
نمشيو مثلا شو يوزر، مثلا نديرو يوزر شو صغر لكم باش يبان حنا دايرين بعدا شي شو يوزر ولا مدايريناش. لا ما دايريناش، خصنا تنديرو شو يوزر عاد ديك الساعة نديرو لابوطون ديال ديستروي من تما. وكاينة مثلا في اندكس، اندكس درنا واحد اليوزر بحال هكا هنا في اندكس، اييه نديرو حتى هنا نديرو واحد تي دي زايدة، نديرو تي دي يس. نكبرو هاد بدا مزيان باش نعطينا حرية في نلوحو. هاد الراوت هادي غنسميوها يوزر، يوزر ديستروي سميناه ديستروي، يوزر ديستروي. كلا دروب داون ايتم لا والو، ايفنت اون كليك ايفنت دوت بريفنت ديفو ياك دوكيمون كيت باي اي دي، نسميوها ديستروي دوت سيميت. المهم في اخر لحظه اخوت قررت بلي نغير القضيه، ما عاد بلا درت اللوب، درت اللوب مع فور ايتش في كل يوزر، غيبقى تجينا فورم 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 صالحه ماشي ما صالحاش، ولكن تقال لي لاباج الريلود ديال لاباج. وغنشوفو دابا مثلا في الداش شنو عندنا، بليس هولدر ديال جافا سكريبت، بليس هولدر ديال جافا سكريبت عندنا، عندنا يال جي اس. غنمشي عاوتاني اندكس ديال اليوزر، اندكس ديال اليوزر، اندكس ديال اليوزر، ونديرو نفتحو واحد السكشن وحدة اخرى سكشن، ونسميوها جي اس، ونديرو اند سكشن، اند سكشن. وهنا غنديرو سكريبت، سكريبت ودفع، سكريبت ودفع ياك. وغنديرو سكريبت هنا تايب، تايب جافا سكريبت، تايب جافا سكريبت. اوكي هنا ما تزوقاتش القضية، غادي نسيبريميوها غادي نفتحوها حتى ديك الزواق مهم حقيقة، خايب الإنسان ماشي مهم. اوكي حيدنا لها تايب شبه مزيانة، دوغنا دوكيمنت ريدي فونكشن سبميت موطون دوت كليك ياك. واخا نديرو نديرو لها كلاس، وغادي نديرو ليها سميتها ديستروي. اوكي نديرو غير كلاس سميتها ديستروي، تيجيونا بزاف ديال الحوايج داكشي علاش نديرو كلاس ديستروي. مثلا هنا نديرو لها صافي، غير حيد عليا الاون كليك، انا غير نسميو بلا كلاس، نديرو كلاس ديستروي. اوكي ونهبطو لتحت، عيطنا لها بلا كلاس، درنا ديستروي اون كليك اي ياك. هاد اي هادي شنو غنديرو لها؟ اول حاجة هي اي بريفنت، بريفنت ديفول اللي كيعرفها الكل، هي دابا ملي كتكليكي، كتكليكي ما كتروشارجاش لاباج او ما كتروشارجاش، كتحيد اي حاجة كديرها. مثلا حتى هنا عندنا انكور تاك، هي اتاك انكور تاك اللي معروفه، ملي كتكليك عليها كديك واحد لاباج ولا كترفريشي لاباج، فهمتوني؟ واكثريه كيحيدوها باتشريف داش ياك، اتشريف داش داش اللي كنعني بها هادي. دابا ما عندناش داش، عندنا عندنا لينك، داكشي علاش غنديرو اي بريفنت ديفو ياك. وغادي نعيطو لا فورم، فورم غادي نحيدوها من لوباج، يعني غادي نحيدوها من فور ايتش، وغادي نجيو نديروها مثلا هنايا فورم عادية، نسميوها مثلا ديستروي فورم، ديستروي فورم ياك. غادي نجيو مثلا غادي
ندير حتى واحد السميه مثلا هنا ديستروي ديستروي فورم اش كتساوي ديستروي فورم اش كتساوي كتساوي يلا عيط لها عيط لها جي كويري هو جي كويري عيط لها وسجل سجلها في واحد الفاريابل اللي سميتها ديستروي فورم درنا لها ديك الدولار في الاول باش تبان باللي هي جي كويري غنديرو لها دوت سيبميت ولكن غادي نعطيوها شي حاجه هنا غادي نمشيو للانكور تاك هاد الاشرفه هادي غنحيدوها ياك غنحيدوها ندير لها كاتش بحال هكا وغنديرو لها داش صافي حنا قررنا نديرو لها داش وغادي نعطيوها هنا انترو داتا دوت اشرف يعني داتا دوت اشرف كتستعمل غير انتقال الداتا فهمتوني ما كتستعملش يعني داكشي عادي ديال اتش تي ام ال ياك هنا في الاكشن هاد حتى دابا مثلا هاد ديستروي فورم غنديرو لها اكشن الاتريبيوت سميتها اكشن وانتم تشوفوا معايا فورم اتي تي ار يعني نبدلو لها اتريبيوت ديال اكشن وغادي نعطيوها غنديرو واحد الحاجة مهمة اللي هي فاريابل مثلا بوتون ياك باش نقدرو نخدمو هاد الفاريابل هادي خصنا نعيطو لها بعدا ياك مثلا فار طب ف لا هنا نرفريو ونديرو فار فار بوتون هنا كنعيطو لي فاريابل ديالنا كاملين فار بوتون وفار وهادي زين كتكون معرفة وهاديك الساعة نتا كتعطيها القيمة ديالها اللي بغيتي اوكي وكتبقى تبدل فوق ما بغيتي نتايا اوكي درنا فار بوتون تساوي دولار ديس ياك هاد ديس كتريفيري البوتون كما مكتوبه هنايا والاتريبيوت اكشن شنو غنعطيوها غنعطيوها بوتون بوتون تاتش دوت داتا ياك دوت داتا والداتا شفيها ان ان ريفيريو عليها بالكي والكي غادي نجيبوه من هنا اوكي غادي نجيبو من هنا شكون كنا شنو كنا في البوطون داتا اتشرف ياك الكي ديالها هو الاتشرف سو دابا مزيان دابا عطينا الفورم عطينا اكشن فورم عطيناها اكشن صافي متحتاجش انها نديرو اكشن هنا الميثود ميثود قلنا ميثود بوست هنا في الويب ويب شنو درنا درنا ميثود بوست ياك ميثود بوست ياك مزيان ميثود بوست ساي ديسبلاي نون صافي يعني ما تكونش ديك الفورم ما بيناش كاع في خطره وبلا ما نديرو شي ريفريش ولا شي حاجه لاباج غير ملي كدير سابميت ياك كدير سبميت صافي اوتوماتيكمون كتجي مثلا لا بوطون بحال هكا لا بوطون كيجي مثلا بارنت ديالها اللي هو تي ار و بارنت ديالها كنديرو ليه ريموف ولا ديستروي المهم السكريبت حنا كتبناه بلايندلي يعني ما كاينش ما عرفناش واش ما جربناش ولكن غنجربوه في الفيديو الجاي ان شاء الله او معنا خوت المهم هذه الطريقه المنطقيه باش لكان شي مشكل تما المهم مشكل تما غادي نصلحو علاش درنا بارنت بارنت كيدير تي 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 خصو تي ار يعني ماشي هذا البارنت هذا خصو البارنت ديال البارنت بارنت ديال البارنت اندرو ليه ريموف اوكي الخوت نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله الله يعاونكم